فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. نعم عدي. قال أن عمر بن الخطاب كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. لا تكاتبوا أهل الذمة يعني كتابات مودة بالخطابات. نعم. لأن هذا يجر إلى المودة، أما الكتابة لهم غير الكتابة الودادية، وإنما لمصالح أو بيع وشراء أو دعوتهم إلى الله، فهذا أمر مطلوب. الكتابة لهم في الدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الله، أمر مطلوب. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فالكتابة لهم من أجل الدعوة هذا أمر مشروع. كذلك كتابة لهم من أمور التجارة أو الأمور أو العقود أو استيراد البضائع أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر مباح. إنما المراد النوع الثالث، المكاتبات الودية، وهو الكتابات الودية.